12 أغسطس من كل عام هو اليوم العالمي للشباب. الحقيقة لما نيجي نتكلم عن الشباب بشكل عام، الشباب هم اللي يقدروا يغيروا أمم، لأن هم عندهم الطاقة، عندهم الجراءة، عندهم الشجاعة. لما نيجي نتكلم عن الشباب المصري فهنقول إن احنا عندنا نسبة كبيرة من الشباب، 60% من المجتمع شباب من سن 18 لسن 40 سنة زي ما قالت منظمة الصحة العالمية. في نهاية الأمر احنا الطاقة اللي عندنا من الشباب ازاي نستفيد منها؟ ازاي ندعمها؟ ازاي تكون لها إيجابيات ولها فوائد وليست عالة كما يراها البعض؟ كل الأمور دي هنعرفها من خلال الضيف اللي بيشرفنا النهارده في الاستوديو، دكتور عمرو حسن، منظم ندوة اليوم العالمي للشباب بسقية الصاوي. أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك، شرفني منورني. الله يخليك. ومبدئيا كده، اليوم العالمي للشباب الغرض منه إيه؟ اليوم العالمي للشباب الأمم المتحدة قررته 12 أغسطس من كل سنة. أول سنة ليه كانت سنة 2000، يبقى إحنا السنة دي السنة اللي 14 ليه. تمام. كل سنة بيختاروا هدف نتكلم عليه، مشكلة من مشاكل الشباب. السنة دي كنا بيتكلموا عن الصحة العقلية، ودي حقيقة. شاب بدون عقل سليم يبقى ممكن هو ده اللي يدمر، هو ده اللي يكسر، هو ده اللي يحرق، هو ده اللي يموت. بس إيه المقصود بالصحة العقلية؟ الصحة العقلية يعني أنت دماغك، هل يا ترى أنا قادر أفكر صح ولا لأ؟ قادر أخطط لحياتي صح ولا لأ؟ بس لو فكرت الصحة العقلية دي هتلاقي حاجات كتير بتأثر فيها، ابتداء من التعليم. يعني هل يا ترى إحنا هنا عندنا التعليم في مصر مأثر على حياة الناس بطريقة إيجابية ولا هو ملوش دور؟ يعني دايما لو اتفرج على أي مشكلة من مشاكلنا في مصر هتلاقي إن أساسها مشكلة إن التعليم ضعيف. يعني حتى لو في مشاكل الستات، يعني أنا كدكتور نساء وتوليد، دور على واحدة مثلا عايشة مع جوزها وهي متضايقة ونفسها تتطلق ومش عارفة تتطلق، هو وقع في مشاكل. اللي بيحمي في مصر الست حاجة من ثلاثة، يا إما واحدة غنية فجوزها عايش معاها خلاص عشان فلوسها، أو واحدة ليها أسرة جامدة، أو واحدة ذو مكانة اجتماعية محترمة. اللي بيضمن للبني آدم مكانة اجتماعية محترمة سواء راجل أو ست هو التعليم. التعليم هيوفر لك وظيفة عمل جيدة في الآخر، يوفر لك إن أنت تبقى إنسان محترم ذو مكانة اجتماعية. هل معنى كده من خلال الندوة أو اليوم العالمي للشباب خاصة في مصر وصلتوا لمعالجة لأزمة التعليم أو لنصائح أو لأهداف تتمنى إن هي تتحقق خلال الفترة الجاية من خلال وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي؟ يعني ما كانش فيه معالجة، على قد ما حاولنا نغطي الموضوع على قد ما نقدر. يعني كنت أنا كدكتور نساء وتوليد فأنا بتكلم عن الستات، يعني أنت الست عدديا هي نص المجتمع بس فعليا هي بتربي وتتحكم في النص التاني، فأنا بتكلم على أكتر من 50% من المجتمع. وكان معانا كابتن نور خطاب بيكلمك عن أهمية الرياضة للعقل. ما هو الإنسان اللي بيلعب رياضة هو ده اللي بيحافظ على نفسه ومحافظ على جسمه ومحافظ على صحته. صعب قوي واحد يكون بيلعب رياضة وهو ده اللي مغيب وهو ده اللي بيشرب مخدرات. فالرياضة هتقدر تحمي ان هي شبابنا من الغلط. كان معانا دكتور احمد صبري كان بيكلمنا عن التغذية ودور التغذية في المحافظة على جسم البني ادم. الانسان اللي هو مركز مع نفسه ومع اكله هو ده اللي هيبقى جسمه سليم والعقل السليم دايما في الجسم السليم. نعم. فاحنا عمرك ما هتعرف توصل لحلول لمشاكل التعليم، يعني دايما في بتبقى مشاكل متراكمه سنين كتير جدا محتاجه ناس خبره اكثر تخصصا في التعليم يتكلموا عليها. بس احنا كان دورنا ان احنا بنحاول ان احنا ندي للناس نقط ايجابيه ازاي الناس تعيش صح. يعني هل يا ترى عن طريق التغذيه، عن طريق الرياضه، انا كدكتور نساء احاول اكلم عن تكات ليها علاقه بصحه المراه، ازاي في الاخر ان احنا نخلي الناس يعيشوا صح، يكونوا ناس منتجين ومفيدين للمجتمع. عدد المستفيدين، ما هي برضه ده شيء مهم قوي، اذا كان في محاوله للتوجيه وللمعرفه وللتثقيف وللارشاد فده بيكون من خلال ان يبقى في عدد كبير يوصلوا المعلومه. هل قدرتوا توصلوا المعلومه لعدد كبير ولا ما زال العدد محدود من خلال اللقاءات الثقافيه المختلفه في المراكز المختلفه؟ يعني انا بقالي سنه اكتر من سنه ساقي الصاوي، كل شهر بنعمل ندوه طبيه ثقافيه. يعني اللي اقدر اقوله لك ان احنا كل شهر حقيقه عدد الناس بيزيد. ولو اقول لك مثلا ان 100، ما اعرفش ده ممكن يعتبر قليل ولا يعتبر كتير، بس انا يمكن بشوف ان ده دور هنا الاعلام ودور القنوات. يعني ان انت حتى لو ندوه حضرها 100 او 150 واحد بس قناه جت وحضرت وصورت وزعت للناس، انا كده العدد الناس اللي ممكن يكون استفاد، عدد الناس اللي سمعت المعلومه قد تكون اكتر بكتير من العدد اللي هو حضر الندوه فعليا. تمام. احنا معانا على التليفون الاستاذ عطا رجب، محاضر التنميه البشريه. استاذ عطا، الو. 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 اهلا بيك. ومبدئيا ازاي يتم القضاء على الاحباط عند الشباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
طبعا الاحصاءات الفتره الاخيره دي بالنسبه للامم المتحده والامراض النفسيه اللي من المحتمل انها تصيب الشباب بسبب الاحباطات، خلينا نتكلم بدايه هو الشباب عايز ايه؟ يعني الشباب بيتطلع لعادة، بيتطلع لوظيفة، بيتطلع لشقة، بيتطلع لحياة أسرية، يكون في زوجة، يكون في أولاد، يكون في عنده راحة نفسية. فطبعا لما الشاب بيتطلع ويجد فجوة كبيرة وتناقض بين الواقع اللي هو عايشه من إحباطات والمأمول اللي هو بيطمح ليه، فطبعا هنا بيحصل عند الشاب نوع من التراجع وبيحصل عنده نوع من عدم وضوح الرؤية. للأسف أحيانا كتير من الشباب عندنا بيكونوا سبب المشكلة دي، لأن كتير من الشباب بيبقى عنده الرؤية عدم وضوح الرؤية، عدم وضوح في الرسالة، عدم وضوح في الأهداف. فطبعا ايوه، ما هي ايه هي الاسباب اللي بتؤدي الى عدم وضوح الرؤيه او عدم وجود اهداف او عدم وجود تفكير او تحديد مسار له؟ هل الاسره والمجتمع ولا الظروف الاقتصاديه ولا ايه بالظبط؟ هو حضرتك عدم وضوح الرؤيه وعدم وضوح الاهداف بالنسبه للشباب هي منظومة متكاملة أصلا بيشارك فيها البيت، بيشارك فيها المدرسة، بيشارك فيها منظومة الإعلام، بيشارك فيها الإحباطات الاقتصادية والتراجع الاقتصادي والأمور اللي الشاب بيتمنى ويطمح إن هو يوصل ليها وللأسف ما بيقدرش إن هو يحققها، لأن الشباب النهاردة لما بيتخرج من الجامعة وده إن هو يروح في وظيفة معينة فبيدور سنة اثنين ثلاثة أربعة ما بيقدرش إن هو يوصل للوظيفة اللي هو عايز يعني يوصل ليها وتحقق له صدر عالي من التكيف مع الحياة، فبيحصل له نوع من التراجع ويحصل له نوع من الإحباط. طب ما في ظل المنظومة المتكاملة اللي حضرتك بتتكلم عليها اللي ممكن يبقى لها دور في الإحباط، هل استمرارها معناها استمرار إحباط الشباب؟ لا، أنا هنا طيب. بقى أختلف شوية. ليه؟ لأن الشاب يعني في مقولة دايما أقولها، من لا يتقدم يتقادم. يعني أنا دلوقتي بقول إن الشباب إن تطلع ومفيش أي حاجة جنبه تدعمه وتدفعه لهذا التطلع في الدعم، يعني لابد أن يبدأ الإنسان بنفسه من البداية، لابد أن يبني لنفسه ويرسم لنفسه خريطة حياتية، لابد أن يصيغ لنفسه رؤية، لابد أن يصيغ لنفسه أهداف يسعى إلى تحقيقها. ربما يصعب الأمر عليه شوية، لكن بالإصرار، بالعزيمة، بالطاقة سينفذ ما يطلب إليه. يعني دكتور أحمد دويل مرة من المرات كان في مؤتمر في الرياض وسألوه إزاي نرتقي بالأمة العربية وننهض بها، فعول في نص سطر قال لابد أن ننمي قدرات الشباب، ننمي طاقات الشباب. يبقى إذن تنمية قدرات الشباب وطاقات الشباب هتكون من خلال كافة المنظومات التي تحيط بالشباب والتي تؤثر عليه. يعني لو حضرتك قلنا يبقى هنتكلم ان التعليم والجامعه والانديه ومراكز الشباب وخلافه لها دورها ولها تاثيرها على، والاعلام لهم دورهم ولهم تاثيرهم على الشباب المصري، مش كده؟ طبعا طبعا. انا عايز اتكلم في نقطه هنا مهمه حضرتك بصراحه كده، يعني في غياب واضح لدور بعض اجهزه الدوله عن الشباب. يعني بصراحة ان الشباب مش واخد حظه في الاهتمام، مش واخد حظه في الرعاية، مش واخد حظه. يعني النهاردة احنا عندنا مشكلة البطالة دي، مين المنوط بمشكلة البطالة للحل؟ احنا عندنا النهاردة ما يقل عن 7-8 مليون بني آدم من الشباب بطالة. عندنا مشاكل كتير جدا جدا الدولة لا تحل، فطبعا بيؤثر هذا بالسلب
وبيؤثر هذا بالإحباط على شريحة الشباب. يعني كل ما نتكلم النهاردة على شريحة نلاقي الشباب، يعني لو اتكلمنا النهاردة عن ظواهر العنف، ظواهر المخدرات، نلاقي الشباب هو اللي موجود، ظاهرة البطالة الشباب، أي ظواهر النهاردة مجتمعية بنلاقي الشباب هو اللي مظلوم فيها. فطبعا احنا النهاردة لازم يكون دور الدولة، دور المؤسسات، دور المجتمع المدني، دور الـ جميع الهيئات تتضافر والبنود تتضافر، لأن الشباب فعلا هي الطاقة المحركة للنجاح والنمو والارتقاء بالأمم، هي الشباب. فلازم نعول على الشباب، لازم يكون عندنا خطط وبرامج مستقبلية لاحتواء الشباب في كل المجالات. الطاقات فعلا، الطاقات الإبداعية عند الشباب في الاقتصاد، في السياحة، في السياسة، في كل حاجة عند الشباب. وطبعا احنا بعد التجارب اللي احنا بنمر بها دي لازم نعول كتير جدا جدا على الشباب عشان يخرجوا من الإحباط ده، لأن احنا لو وصلنا بعد شوية لمزيد من الإحباطات النفسية عند الشباب هنخسر كتير جدا جدا. ده أكيد، ده أكيد. أستاذ عطا رجب محاضر التنمية البشرية، بشكرك جدا على مشاركتك وشكرا ليك. ودكتور دلوقتي لما نيجي نقول ان لازم مؤسسات الدولة تشارك كلها كافة عناصرها علشان نحقق نتائج ايجابية من خلال الشباب اللي هم الطاقة اللي عندهم استعداد للتغيير الحقيقي، ده يتم ازاي وده هيتم امتى؟ خليني بس في هو قال كلام جميل جدا، بس عاوز اعقب على حاجة. ان احنا دايما احنا دلوقتي بنتكلم على الشباب، عادة المشكلة مش بتبدأ من عند الشباب، احنا بنقول دايما الانسان رحلة، ابتديت الرحلة صح هكملها صح. تمام. فاحنا ليه مفيش تركيز اكتر على الاطفال؟ يعني احنا للطفل بتاعنا لو كل اسرة ركزنا، بدل ما هي كل اسرة هتولد لك 4-5 عيال، لو احنا ابتداء من اول من تحديد النسل، ان احنا كل اسرة يكون هتخلف مثلا 2 فيقدروا ان هم يربوا عيالهم كويس، فيبقى انا مش هيجي دلوقتي اشوف مشاكل الشباب، ابدا لي من الاول المشكله من الاول. هل يا ترى الطفل ده لما احنا هنعمل تحديد للنسل ونقلل عدد الاسره فنقدر نوفر الرعايه الكافيه لكل طفل من تربيه من تعليم؟ دلوقتي الظروف الاقتصاديه بالنسبه لتحديد النسل بقاله سنوات، دي حقيقه. ده يعني داخل على ما عارف حتى ما يقرب من 40 سنه مثلا، دي جزء منها. عارف التعليم يعني تيجي لك واحده اللي هي مش متعلمه او مش متعلمه، بعد ما تولد غالبا اي اسره مصريه هو اول عيل كانوا هم اللي عاوزينه، ثاني عيل غلطه، ثالث عيل اصل غلطه يا دكتور، رابع عيل غلطه ليه يا ماما، لان هي مش فاهمه استخدام وسيله منع الحمل. قد يكون الجانب خليها ما عندهاش ثقافه، مش فاهمه ازاي ضعف الثقافه، ضعف المعرفه، مش عارفه. ممكن اشرح لها ازاي تاخد برشام منع الحمل، هي مش فاهمه ازاي هتاخده. ممكن تبقى فاهمه ان هي لما تولد وهي بترضع وما بيجيلهاش الدوره، يبقى معنى كده ان هي امنه من ان هي مش هيجي لها تحمل. عدم وجود الثقافه تخليها تحمل مره واثنين وثلاثه واربعه. ونقول حتى ده بيأثر ازاي؟ بيجي لك الست ابتداء عندك في مصر كل مشاكل، عندك حتى الزواج المبكر، يبقى عندك البنت لسه وهي 16 17 سنه دي اتجوزت مره يعني اتجوزت وولدت مره واثنين وثلاثه واربعه. يعني انا كدكتور في القصر العيني بيجي لك واحده حامل مثلا في المره الخامسه او السادسه. لما تسالها انت عندك كام سنه، هي مبدئيا ما تعرفش، تقول لك مش عارفه دكتور بص في البطاقه. لما تبص في البطاقه تكتشف ان عندها مثلا 20 او 21 سنه وهي حامل في المره الرابعه او المره الخامسه. منظرها ومنظر وشها كانها عندها 40 سنه. فنقول ان هو الزواج في سن مبكر. هو في نقطه كمان، لما تلاقي مثلا يقول لك ايه ده انت جدتك خلفت 15 ولا 20 ومامتك خلفت 7 ولا 8، ده بنسمعها كتير. فايه المشكله؟ هاتي ولاد عشان دول العزوه. يعني هل تفتكر ان البيئة المحيطة بتلعب دور في التأثير السلبي في نقل ثقافة ممكن يبقى لها أثر غير إيجابي على الشباب؟ هما زمان كانوا ممكن يخالف بالسبعة والثمانية، بس على الرغم من كده تلاقيهم كانوا متعلمين كويس جدا ومتربين كويس جدا. لأن أنت البيئة المحيطة اللي حواك السلبية مش زي دلوقتي. كويس. ما كانش فيه غزو الفضائيات الرهيب ولا الإنترنت ولا الثقافة اللي داخلها لك من بره. فبقى التحكم إنك تربي طفل دلوقتي يوازي من إنك تربي 10 من 30 40 سنة. تمام. يعني صعوبة دلوقتي إن واحدة تجيب طفل وتحافظ عليه وتربيه كويس وتعلمه وتقومه وتراقبه في المدرسة والكلية وماشي ازاي في طريقه الصح اصعب بكتير جدا. فممكن لو واحدة زمان كانت بتولد 10 او 15، دلوقتي ان هي تولد واحد وتربيه بمقام 10 فعلا دي حقيقة. لان انت الظروف اللي عليك صعبة جدا انك تتحكم في طفلك. يعني بقول للواحدة لو بنتك عندها الايباد وعندها 10 سنين مش عارفك هي بتعمل ايه وهي قاعدة على الانترنت لوحدها. الدنيا بقت مفتوحة. زمان انت عيالك انت متحكم فيهم، انت اللي بتدخل لهم المعلومات على القد، المعلومة اللي انت هتديها لهم هي دي اللي عرفوها. بعد كده مش هيعرفوها الا لما يكبروا قوي. بينما انت دلوقتي
انت مش هتتحكم في المعلومات اللي هتقولها لاطفالك، انت غالبا لا تشكل اكتر من 1% من المعلومات، و99% من المعلومات سواء هيجيبوها من الانترنت هيجيبوها من الاعلام، وجزء ان انت المنظومه اللي حواليك حتى في البلد مش مساعداك. يعني ركز في الاعلام، ركز في القنوات، هتلاقي حتى صوره الست بقت هي مثلا الرقاصه اللي وراها البلطجي في الافلام، يعني الافلام نفسها دي لوحدها كارثه وبتنقل لك صوره سلبيه، دي حقيقه دي بتاثر. يعني هو طبعا الدراما اثرت بشكل كبير جدا، هي روجت لفكره البلطجي، يعني هو الشاب اللي يبقى محترم وكويس، افكان البلطجي في نهايه الفيلم ده ماشي حلو وجميل ومية مية وماشي كويس، فحتى الترويج السلبي، يعني انت دلوقتي بقى عليك دور ان انت بتربي ابنك وبتحميه كمان من الظروف السلبيه، وازاي انك تطلعه قوي في التعليم وفي التربيه عشان الحاجات النيجاتيف اللي حواليه ما ياثروش عليه واصدقائه اللي حواليه ما ياثروش عليه. تمام، احنا معانا على التليفون كابتن نور خطاب مسؤول رياضي وتغذيه، وهنتكلم عنه معاه عن الشباب ازاي تحافظ على صحتها. كابتن نور الو. ايوه. ازاي الشباب تحافظ على صحتها يا كابتن؟ الاول ازيكم، برحب بحضرتك، برحب بالدكتور عمرو. ازيك؟ و انا معاكم النهارده على الهواء. والله هو الموضوع بيبدا اول حاجه من ان هم لسه صغيرين، الولد او البنت بتبدا الميموري عندهم، الذاكره عندهم بتبدا تستوعب كل اللي بيعمله الاب او كل اللي بتعمله الام. لو الاب بيحافظ على نفسه ورياضي وبيعمل كل حاجه قدامه قدام الولد، فهو بالنسبه له هو الهيرو اللي بياخد منه بيكتسب منه كل الصفات الكويسه ويبدا يعمل زيه. والام نفس القصه، اي حاجه هي بتعملها البنت بتبقى شايفه امها مرايتها، مامتها مرايتها، فبتبدا تاخد منها وتبدا تعمل زيها بالظبط. فبيبدا من هنا من سن اللي هو 3 سنين 4 سنين لما يبدا الولد او البنت يبقى فيه بقى بيستوعبوا بقى اللي حواليهم، بيبداوا يركزوا وياخدوا بقى يحفظوا جوه الذاكره بتاعتهم اللي بيحصل قدامهم، ويبداوا يشبوا على الكلام ده. بيطلعوا بقى رياضيين، بيبدا هنا الاب والام بيحاولوا اللي هم يساعدوهم اكتر، اللي هم يحطوهم على اول الطريق. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه هو ازاي بقى يحافظ على نفسه، لازم يبقى هو عنده هدف اللي هو يبقى شكله حلو، وهو لابس لبس يبقى شكله في اللبس حلو، يعني جسمه قوام جسمه يبقى شكله كويس. البنت نفس الموضوع، ما تبقاش حاسه ان هي مفشوله، تحافظ على نفسها عشان لما تبدا تكبر وتبدا تخش في مرحله الزواج ما يبقاش عندها مشكله لما تبقى حامل ويحصل اللي هو الاوفر ويت بقى التخن الرهيب اللي بيحصل. فمن هنا بيبداوا فعلا يركزوا في نفسهم. دايما الولد بيبقى شايف ان هو بقى لازم يبقى حلو عشان البنات بقى اللي بتبقى معجبه بيه، او هو رايح يقدم شغل، او هو في الجامعه، او هو في المدرسه، عايز طول الوقت يبقى في فوق عليه، في ناس بص عليه، فبيحاول بقدر الامكان اللي هو يبقى شكله ملفت، يبقى شكله ملفت اللي هو بالرياضه بقى. البنت نفس الموضوع. فنبدا نقول لهم وهم يبداوا يركزوا اللي هم لازم. هل انت شايف ان في استجابه من الكلام اللي بتتقال للشباب؟ دلوقتي؟ من خلال الندوه دلوقتي. من خلال الندوه في الساقيه، ومن خلال رد الفعل منهم، حسيت ان في استجابه؟ دلوقتي صراحة الموضوع بقى مختلف جدا عن زمان. بمعنى دلوقتي ما شاء الله انا شايف كل الولاد والبنات مهتمين جدا بنفسهم، حتى البنات بقت تلعب، بتروح الجيم تلعب الرياضة الصعبة بتاعت الولاد زي الكروس فيت والانفينيتي والحاجات اللي هي بيبقى فيها حمل رهيب. تمام. عشان يوصلوا للشيب بسرعة جدا. تمام. مهتمين جدا بعضلات البطن، مهتمين جدا، انت عارف دايما كمان ان هم داخلين قبل الصيف شوية بيفكروا في فورمة الساحل. دلوقتي الموضوع عموما كابتن نور خطاب انا بشكرك جدا على مشاركتك وشكرا ليك، وهنطلع فاصل وبعد الفاصل نتواصل معاكم مرة ثانية ببرنامجكم شباب على الهواء. الطرف المطلوب وضع اهلا بكم مرة تانية بعد الفاصل. دكتور عمرو، في نهاية اللقاء ايه هي الرسالة اللي ممكن نقولها للشباب؟ يعني هقول لكل شاب، حافظ على نفسك وحب نفسك، حط لنفسك هدف في الحياة وطموح، وحط خطة، وشوف النماذج الناجحة وحاول اتعلم منها، شوف الناس اللي نجحوا ازاي، وفكر انك نفسك في يوم من الايام تبقى زيهم، وحاول تبعد دايما عن النماذج اللي سلبية،
ورساله لكل اب وام، اعرفوا ان اللي بتعملوه بيأثر على اولادكم. يعني متخيل لو انت قاعد في كافيه واب وام بيشيشوا وعيالهم معاهم، اكيد اتنقلت لهم الصوره الذهنيه طبعا ان ينفع يشيشوا، مع ان زمان من 30 40 سنه كان اللي بيشرب سجاير ده يروح يستخبى في الحمام. فيبقى احنا رساله لكل اب وام، اعرفوا ان كل حاجه بتعملوها بتأثر على اطفالكم، ورساله للشباب حبوا نفسكم وحبوا بلدكم وفكروا ليها كويس. دكتور عمرو حسن، منظم ندوه اليوم العالمي للشباب بسقايات الصوب، بشكرك جدا على وجودك. شكرا. وشكرا ليك. ميرسي جدا.